هلا شباب، شلونكم؟ مثل ما تعرفون حسب الفيديوهات اللي شفتوها انه اني فتحت باتل باك هواية على مود كنت اريد على مود اريد يطلع لي هذا السكين اللي هو مال M1911 اللي هو الكير باكج سوبر رير الجندري مال المسدس. المهم الفيديو اللي قبل هذا اشتريت من الانهانس باتل باك. الفيديو اللي قبل هذاك هسه هذا اللي اشتريت بيه انهانس باتل باك اشتريت سوبر باتل باك سوبيريور، وهم ما طلع لي، لا هنا طلع لي ولا هنا طلع لي. هالمره ايش راح اسوي؟ راح اشتري من ذني العاديات. زين هسه ايش قد عندي اني فلوس؟ طبعا هي الظاهر شغله يقول لك 8000 نعطيك 40، يعني حساب جزء انت الربحان بيه. الواحد ب 200، الثلاثه ب 600، الخمسه ب 1000، خمسة بألف ما سوينا شيء. خمسة بألف، العشرة بألفين، العشرين بأربعة آلاف، الأربعين بثمانية آلاف، يعني شنو سوينا؟ ما سوينا شيء. زين نجي هسه نجي هسه شو اسوي؟ ايش راح اسوي بينكم؟ راح اسويهن سكرابس هذني الزرق كلهن طبعا انا احبهن، بس غصبا ما علي اسوي لهم ديستينجوش كلهن سكراب. زين شو اسوي؟ مدى يطلع يعني مسدس مدى يطلع؟ اذا هسه ما اخذه بهاي الحزمه انا ما اعرف شو راح يجي، شو وقت يجي بعد مرة الثانية ما ادري، شهر شهرين ثلاثة، هي ما قاعد انتظر شهر شهرين ثلاثة عند هذا المسدس جاي العب بيها. زين شوف شي ديستنجوش راح اطيعه. زين هي المشكلة بس الشركة ناصبة علينا يعني ما يطلع اصلا، لان انسان جربت سبيرير باتل باك انهانس باتل باك بس السبيشال، راح اشتري سبيشالات ونشوف ايش راح يصير. انا ما اعرف جدد ده يحسون شركة جدد حيس ما ادري، يعني هيجي انتم مسوينا لغز جربت حظي بي كل شيء بقى بس الـ هذا السبيشال. ان شاء الله يقعد حظنا ويا السبيشال. يعني والله اظن كلهن عزيزات علي. مارتيني هنري الابيض، الله زولو صح. من اجل عيل ايل فعين تكرمه. يلا خلينا نشوف. المسدسات هنا هذا هيتمان، والله والله عظيمة، والله العظيم اساسا ديارك. وين ديارك؟ راح اسكر ما ادري بروح.
هذا يورك، هذا ام 19/11. هيتمان يمكن حتى الديار كام راح اطيره. لا ديار شلون اطيره يا ابي، هذا خليه هو دكتور طيار، خليه هنا طيارة هذا. يعني هسه يعني هذا الاستحام كلش عز عليه يعني. يعني بس ارد اقول هم صدق يحجون، بس يعني سكيل المفروض يطلع ويا السوبيريور. ويلي ما ادري اسكره هذا، بقي مثل ما بقي ذني، بقي بقي اسكره بهذا، اسكره بهذا. ما اقدر اسوي شيء هنا انا. لا ما اقدر اسوي شيء. و5460 والله الباتل باك هذا شلون يبيعونه؟ 5000، 4000، 3000، 4000. اشتري ابو 4000. 20 صندوق، هذا اللي أريده أنا يعني. أوكي مي 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 سبيشال تكربة مي 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 تكربة اوبن. ميمي سكربة ما اريد. انا ليش ينطيني هذا؟ ما دا افتهم هذا شنو يدي ينطيني اياه، ما اريد يا اخي. شنو هسه هذا؟ ما اريد هذا السلاح. كم بالله عليه. يعني والله هو ليجندري يطلع لي واحد يجيني هذا. شلب هذا المسدس من لاحظ هاي الفقرة؟ شفتوا شلون يشلب؟ ابو التشليب يسوي حول هذا. Distinguish enough. ماري شكرا. What the fuck. يا أخي والله العظيم هضيم. يا اخي ما اريد هذا والله والله. وهذا هم عندي والخلقكم دوس عليه سده افتح ملكي يعني يعرفون ان انا اريد هذا. ما ادري ما اريد. طيحة وحاضنة الشركة، طيحة وحاضنة.
الشركة نصبوا علينا، اي والله نصبوا علينا الشركة، نصبت علينا طيحت حظنا، مدى تطينا لسه. أنا ضجت طبعا، كل ضايج. أخي إحنا أنا هم لحيت يعني تعوفوا، يعني فتشي مدى يجي تعوفوا. وأنا ألحق العيار الباب الدار. يا هاي الشغلة. ماكو، ما يطلع ما يطلع، هاي اخر وحدة طلع لي سبيشل، ما يطلع هيك فلاوات، ماكو ما يطلع. طلع لو ما طلع، ما طلع ما طلع. اخ بطني قامت تاجعني، بطني قامت تاجع، بطني شبيهة قامت تاجعني. كم واحد متر فوقيه هذا؟ شنو؟ غير بعض، هو بس هذا انا احبه، هذا يور كلوب هذا اكثر. استغفر الله، اشتري بعد 20، اروح افتح السوبريور. يعني مو رخيصة، اذا اشتريها باع بيش؟ ب 30 يورو، يعني مو رخيصة، يعني سام فتحت 30 يورو. هذا بيش؟ هذا هذا هيك تشتريه ب 900، بس دني تشتريه كأنه بفلوس. اشتري اشتري هذا ابوك او عرضك. ام هاي الخرا، ترى اعصابي تلفت، انا انتهيت. ما يصير هيك شي والله، لا يا الله، لا يا الله، لا لك منا عمي. هذا 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 اللي اريده، هذا 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 ناصبين علينا، ناصبين علينا، شاهد الله. هسه 30 يورو و30 يورو، 60 يورو، 60 يورو، كأنما اسان ذاب بفلوس ب 60 يورو. زين في شي ماكو، في شي ماكو لك عيني. الله يخليك الطين المسدس، وشنو الله يخليك يعني ما ترهم. الله ماشي، خلينا نشوف شنو هذا. يا الله يا الله يا معود، متأمل خير والله، ما اعرف ليه اريدها. اريده
اريده. اريده اريده رجع نفس المسدس هذا، رجع نفس الشيء. مخي تعب. اخ I feel dizzy, I feel very tired. What the fuck. حظ حظ حظ. الدنيا شنو الدنيا؟ حظوظ الدنيا، حظوظ حظ. ما حظ ما حظ ماكو حظ ماكو حظ ماكو هذا ماكو هذا ماكو. شنو الجد بعد؟ آخر واحد. This is the last one. I need this one. What the fuck? No way. I already have one. I have already one. 2000. 2000. 2000. I will buy 10. I try those. I try everything. إذا آخذ هاي يعطيني لو هذا، لو هذا، لو هذا، لو هذا، هذا يتشلب لي بيه. يا اخي سلاح ما اريده وعدي، وهذا يعطيني اياه ما اعرف يعني، ما ادري. بس اخذ هذين اثنين، اختمها بهذين اثنين، لو راح اشتري 10 احتمال يطلع لي هذا يعني بهذين. تعبت والله يعني، شغلة متعبة، مو شغلة متعبة. شغلة متعبة يعني، مو شغلة يعني، مو حلوة. هلا اشتري 10، اشتري 10. وش ما اعرف يعني، ما ادري يعني ايش يصير بالضبط. يلا يلا 10 يلا قضيهن. مو هو ما هو ما يطلع، ما يطلع. يلا هذا ممكن. يلا يلا ما يطلع، ما يطلع. ما ادري. صرنا 6.
بعدين يطلع اخر واحد هذا ما يطلع. لا ما اخر واحد بعد ثلاثة هذا كيف فتح الباب. خمسة اثنين ماذا يطلع؟ ماذا يطلع؟ أنا إيش أسوي؟ خراب حظي ما جاي اسكر بجنن. الله ساعدت عادني عطاني هنا أغاد هنسى كرابة تنام خمسمية ورقم ثلاثة تعبت. ب 600 شنو اقدر ابيع هنا؟ شبيع الان على ابوك يابا حتى عرضك شبيع شبيع وكل شيء ينباع. هاي لين راح اخلص نص الفيديو في مال. لا شباب مثل ما تشوفون الشركه شنو حاطه هذا السلاح كذب، يعني هذا حاطه السكين this is only picture here you will not get it forever. I buy those, I buy those, I buy those. You can see the videos, all my videos available on the YouTube. I buy 20 from the Superior Battle Pack, and I don't know how many I bought from Enhanced Battle Pack. And this is the normal Battle Pack. You see how many I got. First I got 20, then 20, and then 10. And then 5. It's bullshit. This skin is not available. Just like picture hanging it here. They are full us. It's not available. Bye.